في هذا الباب، فقد أشار تقرير الجمعية إلى تصنيف أو إلى تقرير أو التصنيف الذي قام به تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للمغرب في مجال المساواة بين الجنسين، إذ أن المغرب أنبأ 127 من 134 في إطار أيضا ملائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للقضاء على تمييز المرأة والتزام تاع الأدبية المغرب في إطار انخراطي في المنظومة الدولية، فقد تم تسجيل وجود هوة كبيرة بين الخطاب والممارسة. بالتالي فاحنا كنعرفوا شنو هي الوضعية مثلا ديال المنظومات الأخرى، رغم ما تم تسجيله بخصوصها من النواقص ورغم المآخذ التي أخذت عليها، إلا أن هذه المدونة يتم تفسيرها وتكميلها بما يتعارض مع حقوق المرأة ومع المساواة والحماية التي ينبغي أن نعمل بها. بالتالي لا تزال أيضا وضعية النساء من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فنحن نطالع بشكل دائم ومستمر حالات النساء اللواتي يتوفين أثناء الوضع بسبب الإهمال، وحالات النساء اللواتي يتم رفض استقبالهن في المستشفيات مما يضطرهن في الوضع في الشارع العام، وأيضا الوضعية التمييزية التي تعاني منها الأجيرات سواء فيما يخص التمييز في الظهور ساعات العمل إلى غير ذلك. أيضا بالنسبة لحقوق الطفل، أيضا تم تسجيل بهذا الخصوص استمرار وفيات الأطفال أثناء الولادة، استفحال جرائم الاغتصاب وزنا المحارم، عملية الاغتصاب لا يكاد يمر يوم إلا وأطفال يوم الصدور وغيرها من وسائل الاتصال بحالات متعددة لاغتصاب الأطفال. أيضا تنامي ظاهرة الأطفال المشردين والمنتهين لأنشطة هامشية، الأطفال المدخل عنهم إلى غير ذلك، استمرار تشغيل الأطفال والطفلات في جميع المجالات وخصوصا في المنازل. إذا بشكل عام حنا أيضا بالنسبة لحقوق ذوي الإعاقة لم يتوقف القرار في الحقيقة إلا هذا الجانب بشكل تفصيلي، لأن هذا تم التعبير عنه، الجمعية لازالت لم تراكم في هذا الباب، وعملها لم يتقدم في هذا المستوى، ومن ضمن المآخذ التي نأخذ عليها أنفسنا، ونتمنى أن في هذا التقرير المقبل أن نكون قد اشتغلنا على المحور وقد تابعنا وضعية هذه الفئة من المواطنين والمواطنات متابعة كاملة. أيضا تعرض التقرير لوضعية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وفي هذا الباب فالجمعية في التذكير قد تقدمت بتقرير موازي أمام اللجنة ديال الاتفاق المشرفة على الاتفاقية الدولية لحقوق للمهاجرين وأفراد أسرهم بخصوص أهم الانتهاكات التي سجلناها ولازمنا نسجلها بخصوص. بالنسبة للتقرير هذا، سجلت جميع الأنسة خلال سنة 2012 عدد كبير من الحملات القمعية، الاعتقالات، ترحيلات الجماعية للمهاجرين غير النظاميين والجنسيات المختلفة، وقد يقدر هذا العمل ديال الترحيل والاعتقالات إلى غير ذلك ب 2170 حالة، بالإضافة إلى حالات وهي مفصلة داخل التقرير بشكل كبير. أيضا التضييقات التي يعرفها المهاجرون والنشطاء منهم على وجه الخصوص، ومحاولات التباسهم والتهم التي تندرج في الإطار العام الذي يسمى بالغاي إلى غير ذلك، فقط لأنهم يشتغلون في هذا المجال ويدافعون عن حقوق هذه الفئات التي تعاني، بالإضافة إلى تجاوزات القوات العمومية إلى أيضا أحيانا إلى إشاعة نوع من خطاب الكراهية والعنصرية في الهند من خلال منابر عديدة بما في ذلك وسائل الإعلام وزارة الإنتاج وإصدار بيان مؤخرا حول سميته واحد البرنامج اللي ديال مباشرة معكم الذي تم فيه الحديث عن مهاجرين جنوب الصحراء وتم العدو من الروتين حقيقة لا تشتري أصحابها.
ايضا تم التقرير بوضعيه المهاجرين المغاربه خصوصا المتقاعدين منهم الذين اصبحوا اليوم يعيشون واحد الوضعيه تهدد ما كانوا يتمتعون به من مكتسبات اصبح حصولهم على تقاعدهم او على مشروط باقامتهم داخل البلدان التي كانوا يقيمون بها فيما قبل خصوصا ما يتعلق بالمعاشات عند الاطفال الى غيره. ثم في الاخير وختاما واتمنى انكم لا اكون قد اثقلت عليكم وما قيل كان سيدي الكرم الذي يلخص لنا ربما يلحق البيئه الصحيه. إذن راه كاين هناك حديث على سميتو اعم يعني البيئه وهي في الحقيقه ايضا المجال الذي لا يتم الاهتمام بها بشكل كبير ولكن عن انتهاكات كبيره وكثيره سواء تعلق الامر بمياه الشرب او الهواء او التربه الزراعيه والتربه الغذائيه او تدمير نفايات الصلبه المنزليه او نفايات الطبيه الخطيره سجلنا كيف ان الكثير من المناطق قد عرفت حركات احتجاجيه وحركات مطلبيه لابعاد بعض المطارح ديال النفايات او رفض احداثها لبعض المناطق التي يقيمون بها السكان لما تمتعهم من خطر اشكركم على استماعكم واعتذر لكم ان اطلت إذا ما